بلعب دور نادية، نصابة صغيرة كده بتخش في نصباية، بعدين بتحب فبتتراجع عن النصبة، والباقي هتشوفوه في الفيلم. مشاركتك ازاي جت في الفيلم؟ مشاركتك كلموني عادي، بعتوا لي الورق وكلموني، وانا وافقت على طول علشان قريت الورق لقيته حلو، ولقيته مجموعه حلوه قوي، وسامح عبد العزيز مخرج عظيم جدا ومميز، فطبعا كان لازم اقول السينما بترجع، وان في اجيال بتتولد دايما، ومصر والولاده بتفاعل بالشباب اللي بشتغل معاهم، متفائل ان انا بجدد نفسي على قد ما بقدر، متفائل بحب الناس وباحترامهم، الحمد لله اللي بيديني اهم بنزين في حياتي. لا انت هتشوف ده حاجات كتير، يعني اولا عدد النجوم الكوميديين في الفيلم، الخلطه ما بين الكوميديا والفنيه، سواء في شغل المخرج سامح عبد العزيز او في شغل الممثلين كلهم، هتشوف ازاي ان جمال مصر ده مش مجرد خلفيه للاحداث، يعني يا ريت نقدر تاني نقدم مره واثنين وثلاثه اعمال جماعيه دمها خفيف وبتدور في اجواء الحضاره المصريه القديمه او في مختلف مراحل تاريخها. والله عمري ما بشوف منافسه بالشكل ده، انا اهم حاجه عندي بيبقى الفيلم يبقى كويس والكواليتي بتاعه عالي، وان فيلم لما تتفرج عليه تقول عليه ده فيلم حلو جدا، لان كده كده الافلام دي بتنزل في التلفزيون وكل الناس تتفرج عليه. ورقه حلو جدا، كاست كبير جدا ما شاء الله، اخراج استاذ سماح عبد العزيز، تاليف لؤي السيد، كل العوامل اللي فيه بصراحه تخلي الواحد يتشجع ان هو يعمل. دوري في الفيلم بعمل دور هشام اللول، هشام شاب صايع شويه نصاب، كان طالع عشان يعمل عمليه لحد ما بيحصل حاجات في قلب الفيلم بقى، ده اللي انا اعرفه بقى. لا والله كل الامور كانت ماشيه كويسه جدا، بالعكس كواليس الفيلم ده كانت ظريفه جدا، والفيلم مشي معانا يعني. حصل صعوبات بعد كده لان احنا قعدنا خدنا وقت طويل، لان كل عدد الممثلين كبير جدا، عشان نرجع بس نكمل الفيلم كان فاضلنا يومين ثلاثه، بس الحمد لله عملنا ده وعدت بسلام. الفيلم فيلم خفيف، فيلم قصته لطيفه جدا، ما فيهوش تعقيد يعني، والكرو اللي موجود كله مجموعه من زي ما شايفين كده، مجموعه من كوميديانات مصر وممثلين شطار في مصر، فحاجه لطيفه جدا الواحد يبقى مشارك فيلم زي ده.